اهلا بكم، مرحبا، وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هعمل لكم النهارده بقى ايه؟ سجق بلدي بالبطاطس البيوري. طيب معايا سجق بلدي نص كيلو، ومعايا قولوا حبايه وشويه من الكابسيوم اللي هو الفلفل الحلو، يعني فلفل رومي الاحمر، معايا فلفل حار كويس، ومعايا بطاطس بيوري، معايا زبده، شويه زيت، نونه، وبقسماط. طب تعالوا نعمل حاجه بقى. اولا هاجي هنا واحط في الطاسه السخنه السجق، وبقى ايه؟ السجق لو دهونه كتير هحط له شقشق ميه. اوكي، شقشق ميه. اوكي، تغلي الميه، يسخن السجق، ينزل دهونه، ولو ما هواش مدهن، طبعا مفيش سجق مش مدهن يعني، بس في نوع انواع سجق مش مدهن، لو ما هواش مدهن هديله شويه زيت. اوكي، اقفل كده كويس عشان ايه كله يبقى طايل له ايه الحراره. طبعا هنا الحقيقه يعني مش محتاج ملح وفلفل، لكن ممكن اديله بقى ايه الفلفل الحار. اوكي، ونقلبه تقليبات. نقلبه تقليبات واسيبه كده ايه مع بعضه لما يستوي. فيري جود. هنا بقى هاخد شويه من البطاطس البيوري. اوكي، و احجزها على جنب. شوف كده، نحجزها ايه على جنب، ونحط بقى ايه يا حبيبي، خديني كده، ماشي، حلو، انت حلو يا جميل، حلو. حط عليها الايه الكابسيوم الاحمر ونقلب. اتاكد بس ان مستوى، واخد ميته اللي نزلت دي، ما انا هاخده بميته بقى بكل حاجه، واحطه ايه على البيوريه والفهم لفه، او العكس، احط البيوريه عليه في الطاسه والفهم لفتين ثلاثه اربعه. لما احط بقى البيوريه عليه ممكن ازود شويه ملح نونه، او ممكن اعمل كده وادوق الحدوقيه بتاعت البيوريه. يحتاج ملح. اوكي، لو معاكوا فلفل ابيض تحطوا، معاكوش ما تحطوش، تحطوش فلفل. اوكي اوكي، ولسه بقى هو ايه هيخش الفرن يكمل سوا. يلا تعالوا نعمل كده.
لازم يتخلط كويس قوي، مبقاش في حتت من البطاطس ايه اللي هي واخده صوص ولا واخده سجق، كله يبقى ايه متجانس تماما. حلو قوي، مسيحين شويه الزبده بقى في الفرن واطلعها. وريني. اوكي. يا ولد سخن يا ولد. تعال انت كده على جنب. يلا. خلاص. ناخد بقى ايه الباريس هنشتغل فيه. وناخد فرشتايه نعمل كده. اوكي تمام. وبعدين ناخد الحلاوه دي ونحطها هنا كده. يا ول يا ول يا ول. يلا هي مستوية بقدر الإمكان. اوكي مستوية بقدر الإمكان. اوكي وبعدين هناخد بقى الزبدة دي السحنة واعمل كده. طبعا لما بنحط ايه زبدة او اي سائل هيبان ان في حتت مطبات، احاول ان انا ايه اظبط المطبات دي. اوكي وبعدين اخد شويه بقسماط بقى كده واعمل كده. لا
يلا على الفرن بقى. اوبا ليسا. تحمر وطلعها. ونطلع فاصل ونرجع تاني مع بعض بعد الفاصل نعمل شوية سلطة خفاف حلوين لطاف. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل ويلا نعمل ايه شوية سلطة حلوين. اوكي. فينجريت هنحط شوية خل. وزيت زيتون. و نعمل كده شوية ملح نونة نونة غنونة. طب انت دلوقتي حطيت الملح بايدك ودي حاجة ودي حاجة ما فيهاش نار. اقول لك الخل يا حبيبي الخل قاتل لأي حاجة ولذلك بنقول نغسل الخضروات والفاكهة بمحلول خل 10%. اوكي معنا ايه بقى الفينيجريت خلاص فهمناها. معايا طماطم شاري انصاف معايا كابسيوم احمر واخضر واحمر واخضر واصفر ومعايا كرفس. اوكي هنحط الكلام ده كله على بعضه كده اهو ونقلبهم ونغرف بس بس كده. ونقلب قلب 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 تقلبوها بقى ايه وتسيبوها ربع ساعة قبل ما تقدموها. في حاجات بقول لكم ما تسيبوهاش تحطوش عليها الدريسنج الا عند التقديم فقط اللي هي فيها ورقيات كتير. اي ورقيات بيتحط عليها دريسنج بتدبل بشكلها مش احلى حاجه. اوكي لكن هنا ما فيش ورقيات فما عنديش مشكله اني احط الفينيجريت واسيبها شويه عشان الطماطم تنزل شويه صوص الفلافل دي تنزل شويه صوص والكرفس كذلك وتبقى الصوص بتاعها لطيف جدا جدا جدا. تعالوا بقى نطلع الحاجه من الفرن. اهو 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 كمان شويه. اوبا ليسا اوبا ليسا اوبا. كده خلصنا حلقة النهاردة واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا. We'll be right back.